السلام عليكم. لو انت لسه مبتدئ في موضوع الجيم او في موضوع المكملات الغذائية او السبلمنت، يبقى انت لازم تفهم بان موضوع المكملات الغذائية مش بروتين وبس. ولو حد فهمك بان اختيار المكمل الغذائي متوقف على اختيار البروتين الافضل والمناسب، يبقى انت كده يا اما بتضحك على نفسك وبتدمن فلوسك في الارض، يا اما هو بيستغلك وبيضحك عليك. علشان كده في الحلقة دي بإذن الله هفهمك إيه هو أفضل وأول مكمل غذائي تشتريه لجسمك علشان تعمل الفورمة الصح ويتحسن من الأداء بتاعك. ولكن بعد الفاصل، يلا بينا. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات في الخلاصة. في الحلقة بتاعتنا دي أنا فاهمك ازاي تشتري او تعمل كورس مكملات لجسمك. تعال كده انصحك كم نصيحة. اول حاجة لازم تعرف ان المكملات الغذائية مش ساحر، ما تفكرهاش بان انت تاخدها تعمل لك الفورمة بتاعتك الواو في كام شهر. لو حد فاهمك كده يبقى هو بيضحك عليه. المكمل الغذائي ما هو الا لاستكمال ما ينقصك من النظام الغذائي. حطها قاعدة، يعني انت لو بتاكل نظام غذائي محترم يبقى انت كده مش محتاج مكمل غذائي. النصيحة التانية ان انت ممكن تاخد مكمل غذائي من اول يوم في الجيم، وما تسمعش الكلام اللي هو بيقولك لازم تاخد المكمل الغذائي بعد 6 شهور من نزولك الجيم، لان ده برضه هبدأ في الليفل العالي. تعال بقى ندخل في الموضوع بتاعنا، ايه هو اول مكمل غذائي. ساعد ما ادخل المتجر او مثلا المحل بتاع المكملات ابص له واشتريه على طول. اول مكمل غذائي تبص له هو الكرياتين. اشمعنى الكرياتين؟ الكرياتين من الاحماض الامينيه اللي الجسم ما بيفرزهاش الا بنسبه ضئيله جدا، ما تكفيش النشاط البدني بتاعك. وعارفين ان انت تاخدها من النظام الغذائي بتاعك هيبقى صعب، لان كل كيلو لحمه يحتوي على 5 جرام كرياتين، يعني وانت كمان صعب ان انت تاكل كيلو لحمة كل يوم. فانت اول حاجة تبص لها الكرياتين وتشتريها على طول، ولكن بكام شرط. الشروط بتاعتنا ان ما يكونش عندك مشاكل في الكبد، مشاكل في المعدة، مشاكل في الجهاز التناسلي او الكلى. غير كده لازم تشتري الكرياتين وتحطه من اولوياتك. بعد كده هتفكر في النظام الغذائي بتاعك. النظام الغذائي بتاعك بعد كده بحدده، باخد بروتين كويس ولا لا. لو باخد احتياجي اليومي من البروتين يبقى انت كده مش محتاج تاخد مكمل بروتين. طب لو باخد احتياجي اليومي من الفيتامينات يبقى انا كده مش محتاج اخد فيتامينات. لو انا باخد دهون صحية من النظام الغذائي يبقى انا كده مش محتاج اخد دهون صحية من مصدر خارجي. طب لو ما باخدش او بأثر في اي حاجة من دي، يعني مثلا بعد كده تاني حاجة تفكر فيها على طول الفيتامينات قبل البروتين. قبل البروتين بتفكر في الفيتامينات. لو بتاخد خضروات وفاكهة بشكل كويس يبقى انت كده مش محتاج تاخد مالتي فيتامين. طب لو ما تاخدش يبقى انت كده تشتري مالتي فيتامين، وممكن تشتريه من صيدلية، مش شرط ان انت تشتريه من سبلمنت ستور. تالت حاجة تفكر فيها ايه هي الدهون الصحية. الدهون الصحية مهمة جدا لجسمك، ولو انت حابب تعمل فورمة كويسة يبقى انت لازم تهتم بالدهون الصحية. بتجيب الدهون الصحية دي برضو ممكن تشتريها من الصيدلية، مش شرط من السبلمنت ستور. بعد كده البروتين. البروتين بقى والاحماض الامينية زي الامينو والبي سي دبل اي والجلوتامين، دول احلى سبوبة بيتلعب بيهم. اللي هو بص ليه واحد يقول لك خد بروتين للترجيف، خد بروتين للتضخيم او للمكمل الغذائي للتضخيم او لزياده الوزن، كل ده هري وكل ده هب. مفيش حاجه اسمها بروتين للترجيف، مفيش حاجه اسمها بروتين للتضخيم، مفيش حاجه اسمها بروتين لزياده الوزن، كلها بروتينات وبتعتمد على الاحتياج اليومي بتاعك من البروتين. يعني انت لو بتاخد من النظام الغذائي بتاعك البروتين اللي انت محتاجه انت كده ما انتش محتاج بروتين سواء للتنشيف او لزياده الوزن. طب لو ما باخدش يا كابتن اللي انا محتاجه يبقى انت كده بتحسب ايه اللي ناقصك من السعرات الحراريه، وبعد كده بتفكر اخد مكمل جينر او بروتين جينر او بروتين زيرو فات او زيرو كارب او اي حاجه.
كل ده انا هعرفه لك في رابط في الديسكريبشن تحت ازاي تختار البروتين المناسب ليك. تعالوا بقى ندخل في موضوع الاحماض الامينيه زي الامينو والبي سي دبل اي والجلوتامين. لازم تعرف ان انت لو اخدت الاحتياج اليومي بتاعك من البروتين فانت كده بتاخد حوالي 98% من الاحماض الامينيه بشكل متكامل، وما انتش محتاج بي سي دبل اي ولا جلوتامين، لان كل ما باخد بروتين اعلى باخد احماض امينيه زي بي سي دبل اي وجلوتامين بشكل اعلى. فانا لو اخدت احتياجي اليومي من البروتين بشكل كويس فانا كده ولا محتاج بي سي دبل اي ولا محتاج احماض امينيه زي الجلوتامين. وبكده تكون الخلاصه بتاعتنا، وهي اول مكمل غذائي تشتريه هو الكرياتين. ولو انت حابب تعرف عن الكرياتين وافضل نوع عن الكرياتين هسيب لك رابط في الديسكريبشن تحت، يبقى شوفوا بعد الحلقة واستنونا في حلقة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.